إذا كنتم من محبين الكريم كراميل والشوكولا والجاتو الشوكولا، هيدي الوصفة هي الأنسب شيء لكم، هي كومبو بين الاثنين. أهم شيء تشوفوا كيف إنه منعملها وتتبعوا الخطوات، وكتير كتير سهلة. أنا كنت فكرتها صعبة بس كتير سهلة. دقيت لخالتي وبتعملها بتطلع زبطة مع 100%. المهم ما تعملوا مثلي وتستعجلوا، لأنه علوش يستعجل وبدو ياكلها على السريع. لازم تكون بالبراد 24 ساعة لتاني نهار، وبتحطوها بمي سخنة شوي وبتفك، وساعتها بتنزلوها بالصحن. أول خطوة، ما لازم يكون في ولاد حواليكم بالمطبخ وما يكون في حدا يزعجكم، كرملوا السكر. نص كباية سكر بتتكرمل على نار هادية، وبس تدوب بتزتوها أو بتصبوها بالقالب اللي أنتوا بتكون تحضروا فيه الكريم كراميل. هلأ كمان بتكونوا محميين الفرن على 175 درجة. هاي أهم خطوة، بليز مسكوا القالب منيح والطواية، وحطوا كل السكر المكرمل بقلب القالب مزبوط، وانتبهوا ما تحرقوا حالكم. هلأ بخلاط كهربائي هحط لكم كل شيء أنا بقلب الكابشن من تحت، حطوا بيض وحليب وسكر وفانيلا وشوية برش حامض عشان ما يعني ما تزنخ. طبعا حاولوا تستعملوا بيض منيح، كمان البيض اللي هو من أصل منيح كمان ما بيزنخ. بتزيدوا حليب مكثف، وبتزيدوا كمان علبة حليب مبخر، وبتخلطوهم خلطة مبرحة، وبعدين بتصفوهم بالمصفية بالقالب. بعدين لازم تسووا جاتو شوكولا. هلا إذا عندكم وصفة شوكولا أنتوا تسووها أوكي، بس أنا صراحة جبت باكيت من السوبر ماركت، تبعت التعليمات عليها وخلطتها كمان بالخلاط الكهربائي، لأنه عن جد مرات واحد ما عنده وقت وما له خلق يجلي كتير ويشتغل كتير. صبيتها فوقهم، حطيت القالب كله بصينية فيها مي سخنة عم تغلي، وعلى الفرن لمدة ساعة. وأيديلي أو بالأساس مفروض تطلع تريحوها شوي، وبعدين على البراد هو أقل شي 6 ساعات، بس لتاني نهار بيكون منيح. بتفكوها تاني نهار بمي سخنة كمان وبتقلبوها. بتجنن صحتك.